بالنسبة لكثرة متواجد السلاح وترخيص السلاح في البلاد أصبحت حالة خطرة على المواطن جدا وعلى العراقيين بصورة عامة. يعني طبعا أعتقد إحنا البلد الوحيد اللي متوفر به السلاح وبكثرة وبدون تراخيص أيضا. وبالآونة الأخيرة وجدت يعني محلات يعني بيع الأسلحة المجازة والتراخيص بالأسلحة. هذا من جانب. من جانب الثاني نود يعني إحنا ونحب السلام، يعني عم السلام على البلد وناس سلميين احنا وبلد حضارة وبلد مثقف لا يحتاج الى السلاح ولا يحتاج المعارك ولا حاجة الى إراقة الدماء، دماء العراقيين هذا اللي سالف في ساعات الاعتصام. ونود ننوه على شبابنا وعلى اخوتنا وعلى اهلنا انه عدم حمل السلاح، عدم التجاوز على القوات الامنيه، وعدم كثره السلاح وترويجه. المظاهرات تكون سلميه بالورد بالسلام بالشعارات المنطقيه، هذا كل ما نتمناه لبلدنا الامن. ما بي فائده السلاح عند المواطن، المفروض السلاح يصير عند الحكومه بس فقط، هو هذا عند الحكومه فقط السلاح. غلط، مضرته على الشعب هواي، تصير اغتيالات، تصير اذيه، تصير كلها من وراء السلاح. المفروض السلاح ينضم للحكومه. الى السلام، الى السلام، السلاح اذيه للناس. احنا رايدين السلام ونريد الاستقرار، لان هو السلاح يدمرنا. هذا دلالة على ضعف الدولة، الدولة التي لا تمتلك السلاح، السلاح مشاع بين الناس، ما عندها قوة انها تسيطر على الوضع. السلام، محتاجين السلام، لانه اولادنا ذبحوا مرات كثيرة، وهذه المذبحة مجزرة من الشعب العراقي. وطبعا بالمناسبة هاي إشاعة الفوضى، إشاعة الفوضى والاضطراب وعدم الأمان وخنق الحريات. طبعا اكبر غلط، السلاح يجب ان يكون في يد الدوله فقط. من الكاثر السلاح بالعالم صارت همجيه، كل من له لا عاد يحكم قانون ولا يحكم دستور ولا يحكم اي شيء بعد هذا، ماكو رادح يردع الى السلام. السلاح موجود بكثره والسلاح ده يسوي بلاوي، السلام لا. حب والتحابب بين الجميع. في كل دول العالم، دولة النظامية الديمقراطية، دولة اللي تنشر الخير والسلام وتطور بلدها، يكون لها نظام قانون يحكمها، شريعة تحكمها، أعراف تحكمها طبيعية. السلاح ما ممكن يستخدم إلا في أغراض معينة، أما السلاح يستخدم في أغراض فرض السلطة أو فرض الإرادات هذا ما ممكن، لأنه راح يعرقل البلد وراح يسبب مشاكل وفوضى في البلد. احنا نشهد كل العراقيين أو الغالبية العظمى تشهد أنه السلام، لأنه السلام باب التطور، باب الراحة، باب المستقبل. أما السلاح صدق حتى الدول اللي تنتصر بالسلاح هي خسرانة، السلاح خسارة ما ممكن تعود. هذه أصلاً ضد السلاح في أي مكان بالعالم، حتى بيتك. سلاحك، أخلاقك، مبادئك، كلمتك، إيمانك بالله يكفي. شو السلاح؟ سلاح هذا إلى السلام، لأن الصغير يقول أريد عراق، أريد وطن. هاي كلمة سلام، أجمل كلمة، كلمة سلاح. الوطن سلاح، حبك للوطن العراق جديد عندنا. سلاحك، كلمتك، إيمانك بالله، حبك لوطنك، حبك لأرضك، حبك لشعبك. هذا السؤال طرح على كل العراقيين وهو سؤال مهم جدا. الوضع في العراق
الفرق. هناك وضع فلتان وهناك وجود السلاح بكثرة في كل المجالات، عند القبائل، عند العشائر، عند المتحزبين، عند الميليشيات، عند حتى موجودين عند بعض البيوت المتمكنة، بحيث إذا قلت لهم أنتم كذا كذا يشرب وجهك السلاح. وجود السلاح بكثرة لأن السلاح في قصيب خاصة في العراق قد نهب من قبل مقرات الجيش العراقي بعد سقوطه. وإحنا نقول الميليشيات الموجودة في العراق جميعها مدججة بالسلاح، العشائر الموجودة خاصة الكبيرة منها مدججة بالسلاح، وهناك عدم وجود أمن واستقرار. طيب يعني العراق بحاجة إلى السلاح أم إلى سلاح؟ نعم، إحنا بالنسبة لنا خاصة من 2003 إحنا نقول تعبنا، ما نريد هذا السلاح بعد الشهر بوجه عراقي. إحنا بحاجة إلى السلام، إحنا بحاجة إلى العيش الكريم، إحنا بحاجة إلى وظيفة، إحنا بحاجة إلى صناعة وزراعة وبلد مستقر. السلاح ما إلى مكانه بالعراق. إحنا نتمنى من كل العراقيين أن يكون بلدهم بلد السلام، بغداد السلام، دار السلام. ودعنا عن السلاح، وبعض السلاح هذا قاتل يقلل من قيمة البشر وليس يكثر من قيمة البشر. تواجد بالكثرة في البيوت وفي أماكن غير يعني في غير مكانها، فهذا يولد إلى العبثية، إلى الفوضى، إلى الانفلات الأمني خلينا نقول، وهذا شيء أكيد مو صحيح. يعني السلاح يكون مختصر بيد الدولة فقط. العراق في كل الأزمنة وكل الأوقات يحتاج إلى سلام، وسلام حقيقي وتضامن الشعب بأكمله في سبيل نهضة العراق، ويعتبر من الدول المتقدمة، أو ليتقدم العراق كدول المتقدمة في كل المجالات. كفانا حروب، كفانا قتل، نريد نعيش بسلام وأمان في هذا البلد. 16 سنة من الحرب والقتال والشهداء، اليوم نريد الأمان، نريد السلام من الحكومة، نريد حصر السلاح بيد الدولة. الشعب تعب من ويلات الحروب. السلام نريد السلام. واجب الدولة أن تحصر السلاح بيد الدولة، والسلاح المنفلت اللي هو دمر البلد ودمر الشعب وقتل، والاغتيالات والاختطافات كلها بيد السلاح المنفلت. اليوم عند ما تكون السلاح بيد المواطنين او بيد مجاميع مسلحه، يعني هذه تؤدي الى صراعات حتى عشائريه. وبدنا نشوفها احنا حقيقه، بدنا نشوفها خلال ما يوصلنا اخبار في بعض المحافظات تصير صراعات عشائريه. يعني حتى وصلت الحال بان العشائر اصبحت عندها سلاح اقوى حتى من سلاح الدوله، منها مدافع، منها يعني أسلحة متوسطة وخفيفة. هذه كلها تأثيرها السلبي وين تنعكس على المواطن بالدرجة الأولى، ومن ثم على الحكومة يعني نفسها. ولذلك احنا نطالب حقيقة بحصر السلاح بيد الدولة، لأن هي المشرع وهي القانون وهي المنفذ لكل القرارات. إذا لازم احنا علينا أن تكون الدولة يعني تمنع حمل السلاح، وحتى إذا صار حمل السلاح لازم يكون بضمن ضوابط وإجازات خاصة صادرة من الدولة، يعني من وزارة الداخلية، هاي معروف بكل الدول. يعني شلون أنت تحصرهم دولة يعني السلاح منفلت بيد المواطنين بصورة عامة؟ يعني شلون الدولة راح تحترم نفسها وتحترم قراراتها وتحترم المواطن، وراح شلون تدافع عنه للمواطن في حال مثلا
يعني وقع باي اي اشكاليه. هذا الاشكاليه بدها تصير حقيقه. احنا نريد يعني نطالب الحكومه بان تضبط السلاح وتخليه محصور بيدها، وزاره الداخليه وزاره الدفاع. هذا اللي نطالب به احنا. السياسه المحمديه اكيد السبب هي الدوله نفسها. يعني حسب ما نقول لك يعني السلاح صار بيد يعني المواطنين، بحيث اصبح يعني اكبر حتى يعلم الله يجوز لو تسوي احصائيه المواطن الشعب صار عنده سلاح اكثر من الدوله نفسها. اذا انت شلون راح تخلي المواطن يعيش بعيشه كريمه وعيشه يعني مرفهه اذا انت ما حاصر السلاح بيدك؟ انت مقابلها المفروض توفر العيش الهاني للمواطن وفرص عمل، امان. اهم شيء هو الامان. اذا توفر الامان كل شيء من بعده راح يتوفر. فنطالب يعني من خلال وضعيتكم الكريمه توفير فرص العمل للمواطنين، ونرجع مره ثانيه على الموضوع حصر السلاح بيد الدوله حتى المواطن يعيش بسلام. حقيقة كل دولة يخرج السلاح من الجيش والدولة والحكومة ووزارة الدفاع والوزارات المعنية بالموضوع، يكون يعني حقيقة تكون هناك فوضى بالدولة، ويكون هنالك يعني فوضى، وتكون هنالك يعني نعم كثير من التداعيات والاعتداءات ربما والتجاوزات كثيرة على الممتلكات العامة وعلى المواطنين وعلى الأبرياء وعلى البشر بشكل عام، وعلى يعني الحياة، تعطيل الحياة بشكل عام. السلاح يجب أن يكون بيد الدولة وبيد وزارة الدفاع وبيد القوات الأمنية وبيد يعني الجهاز العسكري الرسمي المتمثل بوزارة الدفاع والشرطة فقط. الموضوع انه الان احنا نشاهد انه السلاح منفلت بيد كثير من الفصائل بالشارع، ما نعرف هالفصائل لمن تابعه وشنو اجنداتها ويعني حقيقه شنو توجهاتها. فالان بدنا نعيش احنا حقيقه يعني حاله من الفوضى وربما الرعب، وربما ايضا تحدث تجاوزات هنا وهناك على الممتلكات العامه والمؤسسات الحكوميه وربما المدنيين والاطفال وكثير من مفاصل الدولة، مما يشل حركة الدولة، يشل حركة الحياة الطبيعية والاقتصاد أيضا وكل ما يتعلق بمفاصل الدولة. هذا الموضوع حقيقة يجب أن تكون من أولويات الحكومة الحالية الانتقالية ربما والحكومة المقبلة، ويجب أن يكون هناك ضوابط صارمة، ويجب أن تكون هناك قوانين ويعني لا يمكن أن يتجاوزها أي فصيل وأي شخص وأي من كل من يحمل السلاح. السلاح خطر جدا، اذا وضعناه بيد اشخاص يعني غير منضبطين ربما تكون هنالك نتائج كارثيه على المجتمع. كفانا حروبا وكفانا تدمير وكفانا ازهاق للارواح وكفانا دماء وكفانا، فلنعيش بسلام ونعيش بموده ونعيش يعني بتاخي وتعايش سلمي. العراق منذ فجر التاريخ ويعني في كثير من الاديان والمعتقدات يعني ربما الطوائف اليهودية والمسيحية والمندائية والأزيدية والإسلام وغير والأكراد وغير، فالقضية أنه كانوا متعايشين بسلام ومحبة ومودة وجيرة طيبة، ولم يكن هناك أي فوارق بين هذه الطوائف والأديان والمعتقدات في إضمان تأسيس المملكة العراقية عام 21. وكان كل يعني أبناء هؤلاء الأديان يتعايشون بسلام ويشاركون في إدارة الدولة، وكانت الدولة رصينة ومحترمة، والأبرز هي في المنطقة وربما الشرق الأوسط. الآن ما نشاهده الآن تفرقة وتمييز ديني وطبقي وعنصري وقومي ربما، هذا انعكس سلبا على المجتمع العراقي. وحقيقة هنالك كثير من شرائح المجتمع الأخرى غير المسلمة يعني حقيقة أصابها كثير من يعني من الوقع عليها الحيف والظلم والاعتداء وربما التجاوز السافر من قبل أشخاص يعني حقيقة يحملون يعني
أسماء ومسميات معينة. هذا الموضوع يعني غير مقبول جدا. وهؤلاء يعني باقي الأديان بالعراق هم أخواننا بالدين بالإنسانية وبالوطن شركاء، وحقيقة جيرة، وتربطنا بهم جيرة وصحبة ومدرسة، ويعني تعايش سلمي، ويعني ماضي وحاضر ومستقبل ربما مشترك. هؤلاء جزء من لا يتجزأ من العراق ومن وحدته ومن كيانه ومن اسم بلاد الرافدين. هؤلاء يحملون اسم العراق، فكيف نستبعدهم وكيف يعني حقيقة يعني يتعرضون للضرر واحنا ننظر اليهم؟ هذا الموضوع يعني حقيقة يحتاج وقفة كبيرة، ويحتاج يعني إعادة النظر. مع إشراقة بداية صباحات عام 2020، الحقيقة نحن نحتاج اليوم أكثر شيء هو المحبة والتسامح والتصافي. الحقيقة الأحزاب والكتل والولاءات فرقت الشعب العراقي كثيرا، عقود من التفرقة والحقد والكراهية. آن الأوان أن ننتهي من هذه الحقبة وأن ننطلق باتجاه التسامح والتصالح. لكل شخص حرية الرأي والتعبير، لكن هذه الحدود تنتهي عندما تنتهي حقوق الآخرين أو ممتلكاتهم، فما بالك بحياتهم. هناك من يلجأ إلى العنف دائما في أغلب الأحيان، وهي يعني وسيلة الضعفاء الجبناء. نتمنى أن نغادر هذه العقلية لنختلف في وجهات النظر، لنتبادل الآراء، لنختلف، لنتفق، ليكن ما يكن. لكن لا يمكن أن نسمح بأن يستمر العنف ودوامة العنف في هذا البلد. آن الأوان أن ننطلق باتجاه المحبة والتسامح والتصافي لبناء البلد. البلد يحتاج أبناء بكل أشكالهم بكل انتماءاتهم. ليس معيب أن ينتمي الشخص إلى سين أو صاد، لكن المعيب أن ينتهك حرية الآخر أو من الإجرام أن يقتل الصوت الآخر. لا يمكن أن نقبل بهذا في هذا العصر. نحن اليوم مقبلون على تغيير، مرحلة تغيير واضحة المعالم. إن شاء الله سيعيش الشعب العراقي بأمان وسلام وازدهار. يعني عام 2019 كان حافل بالأحداث العراقية، يعني كان من ضمنها الاحتجاجات والتظاهرات، يعني عمليات القتل، عمليات استهداف المتظاهرين المحتجين. لذلك عام 2020 نأمل أن يكون هناك لغة سلام، لغة تفاهم على الأقل ما بين يعني المحتجين، ما بين أنه الطبقة السياسية يجب أن تستوعب بأن الشعب العراقي الآن واعي لكل محاولاتهم بأن الالتفاف على مطالبهم. لذلك اليوم يعني النظرة العالمية إلى العراق، العراق الآن فوكس يعني على قضية أنه الحدث العراقي، فيجب أن تكون هنالك لغة تفاهم، بناء دولة، ليس بناء يعني همجية وعصابات وقتل وإرهاب. يجب أن يكون أن ننحو نحو الدولة وبناء الدولة لكي نكون يعني بمصاف الدول المتقدمة. أكو مقولة مشهودة لشعرائنا السابقين والسياسيين، يقول إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. وهذا لا بد من عند طالما الشعب بعد ما عانى من هذه الأوضاع المتوالية عليه باللؤم والصوت والحرمان الوعي السياسي الآن بالعراق لدى الشعب العراقي وعي نسبته أكثر من 85%، وهذا مما يسعدنا إحنا كناس مواطنين أو سياسيين سابقين. الشعور والوعي السياسي السابق يختلف عن الحاضر، الحاضر أوسع من السابق. وندل على شاهدين على أن الشباب العراقيين صار عندهم انفتاح ذهني وفكري وسياسي للدفاع عن هذا الوطن العظيم. العراق الحقيقة سكن الكل، والعراق لما يسكن هذا العدد الهائل من المواطنين والشرفاء والطيبين الطاهرين يجب أن نحيطه بسياج بأرواحنا بديمانا حتى يبقى على كيانه. محتاجين لغة السلام إلى أبعد الحدود، وإن شاء الله يتحقق بجهود هذه الشباب اللي نراها متظاهرين. أكو أمل، لكن هذا الأمل مو بالسهولة ولا بالسرعة. طيب، يريد تضحيات ويريد صبر ويريد تفاؤل للأحسن والجهود الأكثر. كل عام وعراقنا الحبيب بخير وشعبنا العظيم بألف خير، وأتمنى بهاي السنة الجديدة أن نعيش بسلام ومحبة وخير، ونتناسى كل التناقضات اللي صارت بالمجتمع، ونعيش سلام حقيقي
تآلف بين الشعب العراقي وعدم الانجرار وراء هاي التحركات والمشاريع اللي كل دولة من دول الجوار ومعظم دول الجوار لهم مشروع في العراق. احنا مشروعنا سلمي، مشروعنا علم عراق، علم عراقي، ان تكون عندنا حكومة عراقية تمثل الشعب، حريصة على الشعب، حريصة على بناء الوطن، وترك كل المظاهر التسلح، التخلي عن القتيل، عن الخطوف، عن الأحداث اللي صارت، ونعيش بسلام. وإحنا كثوار في العراق نطالب بالسلام مو أكثر، بشرط أن نتخلص من اللصوص اللي نهبوا بلدنا واللي دمروا بلدنا، اللي أخذوا ثروتنا وما منحونا غير بس العذاب والظلم والأذى. السلاح عند الدولة أحسن، أولاً أمان للمواطن، أخرى ثانية من 2003 من صار السقوط شكوا سلاح مال معسكرات صار عند الأهالي، أحادية بكيسير الشاشة كافة الأسلحة هاونات هذه، فصار تجارة. الدولة هذا ما عقبت عليه وهادي وعلي. قبل ذاك اللي قبل السقوط قبل لا ثر طلقة مسؤول منطقة فلان ضرب طلقة يجون يأخذوه سجن وقرامة وحساب وكتاب. هسه من صار السقوط المعسكرات كلها تحوسمت، هاون قاذفة بكيسية حادية ثنائية شتريت موجود، ففوضى دولة ما مسيطرة. هاي علي من تعقب براها المخاتير مسؤول منطقة فلان عنده بكيسي فلان حادية فلان هاون فلان قاذفة فلان مسؤول المنطقة المختار أو المسؤول. فهسه هرجوا مرج صارت مناسبة مع العرس، ذاك اليوم صارت مناسبة مع العرس، يعني جا الحشد وجت الكتايب وشتم عبالهم جفح زين منطقة هيجي يم الخضر. فالسلاح بيد الدولة أحسن وآمن وأضبط ومن كل الجوانب وأمان. هسه يعني على قل زايدة ناقصة جاهل جاب الرشاشة وقام يرمي، هيش عركة بسيطة كتلة واثنين ثلاث جي هذا السجن وهذا القبر وجيب الفصل ورد الفصل وقوامه ويعني شغلة تعبانة. فالدولة من السيطرة على السلاح سيطر عليه المخاتير، إذا كان مختار مضبوط وصادق وهذا يعرف المنطقة مالته شنو منه العدة سلاح منه المعدة منه الزين هالشكل. فأجد السلاح صار من السقوط وجاي من 2003 حاسموا المنشآت المعسكرات مال التاجي مال الرشيد مال المحاويل مال يعني شكو معسكر قبل 2003 حاسم انكفت حتى رمانك. فهذا الدولة تعقب عليه من قبل المخاتير مختار المنطقة، هو كل مختار يقدر قبل مختار الفرار يعرفه اللي غايب يعرفه الشسمة يعرفه. هسه هرجو مرج زين ماكو ذاك الشسمة العقاب أو التدقيق أو المتابعة زين على السلاح. السلاح أكو عند العشائر وبالولاية وبالدنيا وبالهذي منها باعوا كيات مقابل السينما مع القاذفات ومع البكيسي ومع الأحاد بالألفين حاجي لك واربعة. وبصراحة يعني احنا نريد سلام ونريد وطن آمين، نريد شعب يعني متحضر، نريد سلاح أن ينحصر بيد الدولة. تعرف يعني احنا العراقيين بصورة خاصة ويعني تعرف يعني كلها يعني ناس قبلية يعني وعشائر، ودائما نريد احنا سلاح ينحصر حصرا بيد الدولة، والدولة هي العمود الفقري للعراق ودعم الحكومة يعني خاصة الدفاع والداخلية وباقي المؤسسات الدولة التابعة والخاضعة للدولة. بما انه يعني نطلب ويعني تنفيذ كلام المرجعية وعلى رأسهم السيد علي السيستاني الله يحفظه من قال وكرر وأكد عدة مرات وعدة خطابات حصر السلاح بيد الدولة.
احنا شفنا البارحه سنه 2020 اول ساعه او قبل ساعه بدات اطلاقات ناريه يعني عشوائيه ضرمي، تعرف هاي الطلقات تقع على الارض والارض ساكن بها بشر وحيوان وانسان، ويعني تقع تفقس لعين واحد، تفشخ واحد، تقتل واحد، وهذا دم قتل بدم بارد. فاحنا بصراحه نريد نحد من هذا الموضوع، يعني هذا الموضوع يعني كلش مؤلم، كلش مؤلم بالاعياد بالمناسبات، العده طهور، العده عريس، العده كذا، راسا طلع البندقيه وقام يرمي، وهذا الشيء مو صحيح، وهذا الشيء يعني اصلا نهائيا شيء غير حضاري. وهسه احنا المفروض نثقف نفسنا ونثقف اولادنا وابناء شعبنا، ان نعلمهم على بصراحة شيء هذا الشيء مو حضاري، السلاح والبندقية التعامل بيها، نتعامل بقراءة، بكتابة، ببناء مدرسة، ببناء فد يعني فد مؤسسة، بناء جامع، بناء حسينية، بناء توعية، أي شيء مو نوعى أبنائنا. احنا طلع البندقية وأنا قدام ابني أتباهى شلون أرمي، وقدام أصدقائي وشلون أتعلمهم على السلاح، هذا الشيء يصيحوا لعنف من غير أدنى، هذا بعدين هذا الشيء يخلف قساوة القلب عند الإنسان. احنا صحيح السلاح مطلوب، مو ما قلك مطلوب، بس المطلوب عند الأجهزة الأمنية هي الدفاع والداخلية وباقي صنوف الدولة. يعني بصراحة احنا نريد نحصر السلاح مثل ما قالت المرجعية، حصرا 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 بيد الدولة، ما نريد خارج نطاق الدولة نهائيا، مهما كان موقعه بالعراق، مهما كان موقع بالعراق، حتى لو أطلب من الأجهزة الأمنية، حتى أطلب من الأجهزة الأمنية وخاصة الدفاع والداخلية، حتى المنتسب أو الضابط من ينزل مجاز أن يكون سلاحه في داخل المؤسسة مالته وينزل مجاز وما يحمله داخل الدائرة مالته، على مود شنو نحد من هذا الموضوع، ويكون فد شيء لطيف وحلو وحضاري من يمشي بالشارع فهو ماخذ اجازه نقاهيه مرتاح بيها، مو ياخذ اجازه وشايل السلاح وياه، ويعني وتعرف هذا الاطفال مالتنا ومجتمعنا من يشوف سلاح يصير عنده دافع، يصير دافع فضول، يصير عنده يريد يعني يجرب هاي المرحله، هو اللي شايل مثل ما هاي يعني، وهذا الشيء مو صحيح نهائيا. ونطلب ان شاء الله الامن والامان لكل كافه العراقيين، وخاصه يعني العراق يطلب الامن والامان، يعني تعبانين، العراق تعبان وشعبه يعني تعبان وقضاها مآسي، ونطلب إن شاء الله الأمن والأمان من كل العالم، ينظر للعراق نظرة رحومة، نظرة طيبة، بحيث لا يذبون ثقلهم علينا ومشاكلهم عموها علينا، احنا تعبانين، ونقول لهم احنا بلد السلام، واحنا نقدر نقول احنا الطير الأبيض هذا اللي يرفرف في العراق، يحتضن كل العالم، يحتضن كل العرب، يحتضن كل الدول المجاورة، والعراق هو بلد السلام، وإن شاء الله الأمن والأمان لكل العراقيين والبلد ودول الجوار خاصة. طبعا السلاح بيد الدولة أحسن، لا يظل بيد الشعب، وكل من شايل سلاحه أو يصير فرضة استهتار، مشاكل تكثر، تهديدات، كل ما تحاكي واحد يروح، كل ما يجيب سلاحه ويجي، فمو زين يضل عند الشعب السلاح، لازم يضل بيد الدولة حتى الأمر يصير زين وهدوء يصير ومشاكل ما تصير، لأن هاي كل من شايل سلاحه ويفتر باستهتار يعتبر، لا يديرون بال للدولة ولا، فلا تسيطر عليه الدولة وتمنعهم من الأسلحة، كل مشاكل ما تصير. تشوف مثلا البصرة مشاكلهم هواي، اقل حكايه بيناتهم تصير مشاكل، تصير كانه جبهه مفتوحه. فالدوله هسه ما تسيطر عليهم، لازم تسيطر عليهم وتمنع السلاح بديهم، لان هذا يسبب مشاكل وكثار وقتل وارهاب، ودي ياثر على الشعب وعلى المواطنين، وما يصير يضل بديهم. لازم الدوله هسه تمشي على هاي الشغله وتاخذ السلاح من المواطنين وتخلي بديها وتمنعه. ما يصير، لان الاستهتار مال السلاح يظل بيد واحد، مشاكل ما انت تحاكي وهدتك، انت تحاكي وجاب سلاحه ويجي جاهز شال سلاح بدي ما حد يحاكي. فاحنا نريد من الدوله تقضى على هاي الشغله وتخلي السلاح بديها، تمنع المواطنين من السلاح عندهم بالبيت. هاي الاحزاب كلها يعني بديها السلاح، يفتر براحته، يحكي براحته، اكثر الاحزاب، واحنا حتى هاي الاحزاب ما نريدها تظل، لان الاحزاب تاثر على الحكومه وعلى الشعب وعلى الامور مال العراقيين وعلى كل شيء بالعراق تاثر عليه، وسالبتنا ونهبتنا وما ادري الشعب كليته وما ادري الحكومه. فاحنا كنا الله ومنا من الدوله نريد
تمنع حتى الأحزاب من عن السلاح. وايد يصير قتل من وراء السلاح بيد الشعب، ده يصير قتل. عرس صار اجى يرمون بكيف، لا يقطع الوايرات، لا يقتل له واحد، فده تصير كوارث هو من السلاح. فنريد من الدولة تمنع هاي الشغلات، هم مال اعراس الرمو والهاي متحاسب عليه زين، تسحب السلاح من عندهم، لان هسه اقل بيت برشاشتين عدا السلاح الثقيل. هاي بغداد اكو مناطق بيها حتى ثقيل، هاونات مدفعية، هاي البصرة المفروض كله تسحبه وتسيطر عليه ما تخلي. بابل هاي الحلة، بابل هم كله أسلاح وأشكال بيها، عد المواطنين وعد الأهالي. هاي المناطق خارج بابل، أطراف بابل، المفروض كله يسحبوا هذا السلاح من عندهم. فنريد من الدولة تقضي على هاي الشغلة حتى يصير الأمان أحسن. أنا أفضل أنه سلاح يبقى بيد الدولة وهي المسؤولة عليه والمسيطر عليه بكل الأمور، لأنه أي واحد يحمل سلاح ما تنعرف يعني، هاي يصير يعني مثل الغابة. ويعني لازم السلاح يكون بيد الدولة، بيد الجيش، بيد الحشيد، بيد ناس يعني موثوقة بالدولة تابعة للدولة. أما مو ياهل يجي يشيل السلاح، فهاي نقطة يعني نقاط ضعف، وتعتبر يعني ماكو يعني مسيرة إذا كل من عنده سلاح ويصير عركة أبو العشيرة، أبو العشيرة صعد عركة وشخص صعد عركة ويحمل سلاح ويروح يسوي به غير شغلات، هذا غلط. وإحنا مجتمع مسالم يعني وما نريد هذا الشيء. لا شيء مؤكد يعني لازم تكون سلاح بيد الدولة، يعني إذا كان مو بيد الدولة بيد المواطنين راح تصير هناك فوضى، فوضى عارمة. وتلاحظ انت هاي بالاعراس والمناسبات في اللعبات المنتخب الوطني بالفوز، الرمي العشوائي هذا اللي ما بي معنى صات به هواي وفيات، الطلقات هاي اللي ترمي وين مصدرها؟ وين راح يروح؟ وين غير على المواطن راح يقع؟ على الناس الماره الرايح الجاي؟ يعني هاي كل هاي امور، هاي امور سلبيه، هاي تعكس عن بيئتنا الحضاريه، فهاي يعني معيبه جدا. ولازم هذا السلاح يكون حصن بيد الدولة، إذا ما يكون بيد الدولة أخذ على العراق السلام. هاي الشغلات العشائرية يعني ماكو هيجي، يعني ماكو هيجي مظاهر عركة بين جوارين طلع سلاح وأرمي، صارت طلابة بين عشيرتين طلع وأرمي، صارت عراضات وصارت مدري شنو، يعني ماكو هيجي هذا، عيب عيب عيب. شنو هاي استهتار؟ هذا استهتار، هاي مو شغله عشائريه، الشغله العشائريه شغله قانونيه، نفس القانون العشيره فصلت كالقانون، شغلتها مرتبه حلوه تفض نزاعات سلميه بدون اللجوء الى القضاء، هاي شغلات العشائريه. وانما من تصير مشكله بين واحد وواحد وكل واحد طلع طلقاته والبي كي سي والمدري شنو وصار رمي، هالرمي هذا شنو هذا؟ وراح الضحايا بيها. وتلاحظ هسه المناطق الجنوبيه، مو بس المناطق الجنوبيه، كثير من مناطق العراق تصير رمي عشوائي بين العشائر بيناتهم، تعارك تضرب منها اضرب منها وصارت رمي والضحايا برقمت برقمت منها هايله. فما يصير، لازم هاي كلها هاي كلها الصب وتدير وين؟ يم الحكومه. يجب ان يكون السلاح بيد الدوله حصرا. والله الحكومة لازم تكون حكومة قوية ومختارة من الشعب، وهناك شخصيات تعك عن السياسة وكل هاي الأمور، أكو هناك شخصيات بارزة باستطاعتها قيادة البلد إلى بر الأمان وحل هاي النزاعات وهاي المظاهرات اللي راحت هواي ضحايا وشباب بعمر الورود راحت. ليش؟ يجب أن تكون هنالك دولة قوية ومختارة من قبل الشعب. العراق ما أتصور يعني ما يحتاج السلاح والحروب، إحنا عانينا من حروب هواي قديمة وتعبنا وأمراض صارت بينا من وراء القنابر، من وراء الاعتداء، من وراء السلاح يعني أكو سلاح بالبيوت مثلاً أو بغير أماكن مثلاً. يعني ما يصير، يعني احنا العراق بلد السلام، بلد الامان، بلد لازم يريد امان بعد اعمل من يعني هيك وضع، يعني ما يصير من سوء الى سوء، لازم شويه واحد يتحسن وضعه
يعني احنا خلصنا من الطاغيه نوب رجعنا النوب بعد اتعى سياسه تاري ان شاء الله. احنا مريد هالوضعيه هاي، لازم شويه واحد اكو تحسن يوم عن يوم يصير بالتحسن بال بال يعني بال بال بالخير ان شاء الله. ان شاء الله اريد فد شاء الله سلام، فد شاء الله فد حلوه، فد اماكن حلوه، فد تبليط، فد يعني فد مشاريع حلوه مرتبه، فد واحد يرتاح نفسيا. يعني قضينا حياتنا حروب وتعب يعني العراقيين مع الاسف ايش يصير بيهم، يعني والله خطيه بصراحه، يعني جريمه. بلد الاسلام وبلد السلام وبلد الانبياء والاوصياء، يعني واحد لازم هم شوي حن قلبه عليه على ارض هاي الطيبه. هاي اطهر ارض بالعالم، اطهر ارض بالعالم كله. فاحنا ندعو من الحكومه العراقيه بان يحصلون السلاح بيد الدوله وبيد يعني ما يخلون يعني يجي يعني بصراحه يعني يشدون حزامهم مثل ما نقول. يعني الشعب ويا الدوله، انا متاكد الشعب والمواطن ويا الدوله، متاكد انا من عنده. اريد سلام، اريد محبه، اريد وام، اريد احسان، اريد انصاف، اريد محبه، اريد يعني توام بين العالم، بين الشعب العراقي هذا الطيب. يعني شعب قلبه كلش طيب، انا متاكد والله، لانه يعني رحنا بدول العالم شفناها يعني اطيب قلب بالعالم هو القلب العراقي، انا متاكد. بس احنا وقتنا هذا دولتنا هي مو ذيك الدوله القويه على مود تلزم السلاح تاخذه من الناس اللي احنا نقول الناس اللي بالحفلات يرمون، بالشسمه يرمون، بالمناسبات يرمون. المفروض الدوله تصير قويه هي تاخذ السلاح. انا واحد من العالم احد المضررين ب 2007، انا احد المضررين، طبت العصابه ب 2007 تنظيم القاعده خوش، وانا هاي المعاق هاي ايدي وانضربت براسي وياي خمس نفرات من ضربه. ناشد الحكومه نقول لهم السلاح حصرا بيد الدوله. يعني هسه قمنا نشوف شباب حاط مسدس بالصفحه مالته، ما نعرفه من يا جهه، من المخابرات، بالجيش. فاحنا نناشد من خلال قناه التغيير، نريد السلاح حصرا بيد الدوله، بيد الدوله. هي الدوله، الدوله فوق القانون. يعني الشعب اذا ما بي دوله وما بي قانون، هاي مو دوله، ولا شعب مثقف، ولا شعب يعني واعي وراقي عليه. يعني احنا الى متى نظل هيك؟ فرنسا فندق لقوا بيه مسدس، الفندق خرموه 65 وما ادري ايش قد دولار، لقوا بيه مسدس. احنا صار المواطن عنده مسدس، والشاب عنده مسدس، وحتى المرأة شايلة مسدس. يعني ما نعرف. احنا ناشد من خلال قناة التغيير، نريد السلاح حصرا بيد الدولة. الرحمة للشهداء، شفاء العادل للجرحى. للأسف الشديد من قبل الأحزاب الموجودة لا توجد حرية. اليوم هو الدستور العراقي تكلم بحرية التعبير، بحرية التظاهر، بحرية الاحتجاج. للأسف الشديد الحرية معدومة، واليوم من حقنا تظاهرتنا سلمية، تظاهرتنا نفتخر بها كعراقيين، نفتخر بسمتنا، بواقعنا، بهيبتنا كعراقيين. أثبتنا للعالم أجمع نحن رجال سلام وأصحاب السلام ومستمرين على السلام ونبقى على السلام. تظاهرتنا سلمية، حاملين العلم العراقي ومستمرين، ولذلك اليوم إن هنا بالحكومة العراقية. نعم باقين بالسلام وأثبتنا هذا السلام. تبقى التظاهرات للأسف، قمعتونا، قتلتونا، ضربتونا، جرحتونا، لا يزال يقول لكم سلمية سلمية سلمية. يراد 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 تغيير هذا النظام. نعم نطالب بنظام ديمقراطي، نظام حر، وبالأخص رئيس وزراء مستقل يطلب هذا الشارع العراقي. اليوم المحاصصة موجودة. نعم أنا كرجل عشائري أتوقع أن لا يتفقوا على رئيس وزراء، ربما يوصل الى حاله حل البرلمان، الى حل البرلمان وتشكيل حكومه طوارئ. هذا احنا ما نريد نوصل له. نريد اليوم الكتل السياسيه، البرلمان الموجود عنده منتخب من قبل الشارع العراقي، يا برلمان منتخب من قبل الشارع العراقي. الشارع العراقي كله بكافه اطيافه، بكافه مواقعه، بكافه شخصياته، منظمات المجتمع المدني، النقابات، الحقوقيين، الصحفيين، الاكاديميين، الصيادله موجوده هنا، خيره الاشخاص من الاطباء، من المحامين، من القضاه، ناس مرموقين.
نعم، وانتم شخصية واحدة ما تقدروا تتفقون عليها، الشارع من خولكم، خولكم على شخصية كلها مقبولية بالشارع، باستطاعتنا احنا نقدر نرشح أكثر من 10 إلى 20 إلى 30 شخصية، بس اليوم منتظركم انتم كبرلمان يا رئيس يا رئيس الجمهورية يا أخي يا برهم صالح، اختار شخصية تلبي طموح الشارع العراقي، هذا اللي يريده. مالنا احنا ليش هالمظاهر اللي صار؟ دخلنا فوق الشهرين. لا يوجد حرية تعبير في العراق. ليش؟ لأنه ماكو ثقافة. شلون تنعرف من حرية التعبير؟ حرية الرأي، حرية الكلام، حرية الإبداع، تمام؟ فإنه الحكومة حاليا ما تستجيب لحرية الرأي ولا لها بالموضوع، كأنما مثل ما يقول العامية يقول ناطي الطرشة. فعليه لازم استجابة لحقوق المواطنين، لحقوق ساحة التحرير اللي دا يصير بالساحة، دماء الشهداء اللي راحت، الضحايا اللي راحت، فهي كلها حسابات. يعني المفروض الإنسان لما يكون مسؤول أهم شيء من ينام في البيت أخلي رأسه على المخدة يفكر أنه الله وراه حساب وعقاب. فكر دماء هذول الشهداء شو راح، لازم احنا نخلق فشيء، ما نضل متعصبين ومتحزبين في راينا. اكيد اكيد، لانه ما حد ما اقوله، لانه هم كل من يغني على ليلى الحاجه الموضوع اللي هو يمسهم يطوروه يحجوبيه ويؤولوه و لكن هذه المواضيع مثل ما يقول يغلسون عليها، فهذا لا يجوز. احنا نريد ديمقراطيه بكل معنى الكلمه، وليس الديمقراطية هو كلام، احنا للديمقراطية الديمقراطية حقا نابعة من كل المشاعر وكل الأمور وكل اللي هو المواطن. وشنو المواطن على وين جاي؟ شنو يريد يبني له قصر؟ لا يريد يبني له فيلا. المواطن يريد يعيش بسلام، يعيش براحة، يريد يعيش بحرية محترمة، يريد ياكل لقمة بالحلال، يدور تعيين، يدور اللي هو يخدم. ليش الشعوب كلها تتطور؟ تتطور بأفكارها، تتطور بعقلها، تطور ثقافتها، احنا نضل كيم باك، هذا حرام. بالحديث عن حرية التعبير بالعراق والديمقراطية العراق، يعني هذا شيء من الماضي. كذبة جت بها امريكا ووضعتها بالعراق، مع ان العراق تاريخه تاريخ حضاري ديمقراطي يسمح بحرية التعبير، لكن للأسف الشديد المادة 38 اللي نص عليها الدستور حرية التعبير عن الرأي، حرية الظاهر السلمي، كل هاي يعني انضوت تحت هاي المادة. على أرض الواقع كانت خدعة، رافقها قتل متعمد، رافقها اعتقال، رافقها يعني غلق قنوات. حتى الإعلام هو سلطة رابعة المفروض يوصل الحقيقة، ومسألة الدولة أن تسهل المعلومة. اليوم هو غايب عن الساحة بسبب عنف السلطة، يعني غلق قنوات، ولحد الآن حتى الإعلام تحت مراقبة مشددة. لذلك الحديث عن الديمقراطية اللي هي تمهد لحرية الرأي ولدت بالعراق يعني ميتة، لأن يعني أجواء العراق بها عنف، بها ميليشيات، بها تخلف شديد. يعني حتى شجرة نقاب العراق واهية مثل ما أهل المعرفة يقولون، واهية فعلا. يعني إحنا بحاجة اليوم المستقبل جديد. ثورة تشرين العذراء يعني أنتجت نوع من الوعي المثقف، أكو حراك ديمقراطي داخل الساحة، لكن على مستوى البعيد. يعني لأن بعد هاي الحكومة وهاي الأحزاب وهاي العقليات اللي شاعت ثقافة الحزن والعنف مستحيل بسهولة تنهزم. يحتاج وقت، يحتاج وعي، يحتاج معرفة. ذاك الوقت نقدر نقول عندنا حرية رأي، حرية تعبير، ديمقراطية. لكن الواقع يشير إلى عنف. لحد أمس أو أول أمس تم اغتيال الناشط مدني من الديوانية اللي هو أعتقد ثائر الطيب، يعني مجرد عبر عن رأيه. فهذا هو مستوى الديمقراطية، إذا تخلي منحنى نشوفه بالأسفل مستوى الديمقراطية والتعبير عن الرأي. والله بعد ثورة تشرين هذه البيضاء أكو ولد وعي، هذا اللي يؤمن بالديمقراطية، يؤمن بالرأي ورأي الآخر، يؤمن بحرية التعبير، يؤمن بوحدة العراق، يؤمن يعني بالمذهبية يعني ضمن حدودها الشخصية. يعني أكو حرية تعبير ضمن هذه الساحة، لكن خارجها انقمعت ولاقت عنف. على المستقبل ليس القريب، يعني حتى إنسان يكون متفائل مو فد مرة، على مستوى يعني فد مستقبل متوسط
ممكن تنخلق هاي الديمقراطية مع أجيال تتعاطى بعدها فكر الديمقراطي، أما هاي الأجيال أعتقد أجيال ميتة وتتبع سياسة القطيع ولا تؤمن بالديمقراطية. كذلك الأحزاب الدينية بعد هذا القتل والعنف لا يمكن أن تقود الحياة في العراق.